بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الصدرين قالها منذ أمد في بلد النهرين. مدرسة فكر وأصول ونهج الصدرين قالها منذ أمد في بلد النهرين. يعلو فكر الأصول في ساحات المهول. يعلو فكر الأصول في ساحات المهول. يعلو فكر الأصول في ساحات المهول. نهج مدرسة فكر وأصول ونهج الصدرين قالها منذ أمد في بلد النهرين. مدرسة فكر وأصول ونهج الصدرين قالها منذ أمد في بلد النهرين. يعلو فكر الأصول في ساحات المهول. يعلو فكر الأصول في ساحات المهول. ونهج الصدرين ونهج الصدرين. هي هذه أقلامنا أفكارنا ونهجنا واضح. نكتبها ونقرأها ويسمع الناصح. نفسرها وندققها ونخطف الناجح. نرسلها في البلدان كشاهد واضح كشاهد كافي. هذه ذمة مدرسة فكر وأصول ونهج الصدرين قالها منذ أمد في بلد النهرين. مدرسة فكر وأصول ونهج الصدرين قالها منذ أمد في بلد النهرين. لها يعلو فكر الأصول في ساحات المهول. يعلو فكر الأصول في ساحات المهول. ونهج الصدرين ونهج الصدرين. نكتبها ونقرأها ويسمع الناصح. نفسرها وندققها ونقطف الناجح. نرسلها إلى البلدان كشاهد كافر. هذه أقلامنا أفكارنا ونهجنا واضح. نكتبها ونقرأها ويسمع الناصح. نفسرها وندققها ونقطف الناجح. نرسلها إلى البلدان كشاهد كافر. هذه لمن نوصلها للعالمين. تراثنا ونهجنا ثابت للأكرمين. هذه لمن نوصلها للعالمين. تراثنا ونهجنا ثابت للأكرمين. يعلو في
في ساحات الوهود يعلو فكر الأصول في ساحات الوهود ونهج الصدر ونهج الصدر مدرسة فكر الوصول ونهج الصدر قالها منذ أمد في بلد النهر في بلد النهر يعلو فكر الأصول في ساحات المهول يعلو فكر الأصول في ساحات المهول ونهج الصدر ونهج الصدر ما كفاهم سيدي تجوي إيه الأفكار تعاونوا مع العدو لتصفية الحال ثاروا على نهج الجبن مع عبد الله واعلنوا أحقادهم في عزل استاذي وهو كاشف زيفهم أعماله مشيت بالفكر وبالعدل يحفظه الحسين بالفكر وبالعدل يحفظه الحسين يعلو فكر الأصول في ساحات المهول يعلو فكر الأصول في ساحات المهول ونهج الصدر ونهج الصدر أعمالهم والشين بالفكر والعدل يحفظه الحسين وهو كاشف زيف أعمالهم والشين بالفكر والعدل يحفظه الحسين يحفظه الحسين يعلو فكر الأصول في ساحات المهول يعلو فكر الأصول في ساحات المهول يعلو فكر الأصول في ساحات المهول ونهج الصدر ونهج الصدر مدرسة فكر وعصول ونهج الصدر قالها منذ أمد في بلد النهر مدرسة فكر وعصول ونهج الصدر قالها منذ أمد في بلد النهر يعلو فكر الأصول في ساحات المهول يعلو فكر الأصول في ساحات المهول ونهج الصدر ونهج الصدر قالها يرددها في كل يوم اتبع دليله هو المنجي للدومي لا يغر لك كلامهم اني مظلوم بسط يدي لهم ومن حقي محروم ابقى احلى منابع المصدر وأقولها في بلد النهرين قلتها وأقولها في بلد النهرين يعلو فكر الأصول في ساحات المهول يعلو فكر الأصول في ساحات المهول ونهج الصدرين ونهج الصدرين مدرسة فكر وصول ونهج الصدرين قالها منذ أمد في بلد النهرين مدرسة فكر وأصول ونهج الصدر قالها منذ أمد في بلد النهرين يعلو فكر الأصول في ساحات